ومن جهتي أكد شيخ الأزهر أن المصريين مسلمين ومسيحيين تجمعهم رسالة وتحدي مشترك. اليوم يجب علينا أن نتذكر أن بيننا أصولا مشتركة وتجمعنا رسالة مشتركة، وأيضا يجمعنا تحدي مشترك. وقبل كل ذلك نحن في المقام الأول والأخير مواطنون ومن درجة واحدة. الرسالة المشتركة هي رسالة السلام. ويعني كنت أتوقف كثيرا أمام كلمة الإنجيل السلام لكم سيدنا عيسى عليه السلام، وكلمة القرآن السلام عليكم.